السلام عليكم البنات، كديري لاباس عليكم؟ بخير مزيان كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وبصحه جيده يا رب العالمين. فيديو جديد في القناه. اليوم جبت لكم بعض العطور ديال افو اوريفلام، واحد التشكيله اللي مخلطه بزاف ديال البنات اللي باغين يعرفوا يعني العطور اللي عليهم اقبال في افو اوريفلام. كنقول لكم مرحبا بكم، 100,000 مرحبا نتوما. كنتمنى منكم ما تبخلونيش، ضغطوا على زر لايك واللي باقي اول مره غادي يشوف القناه، كنتمنى تضغط على سابوني وتفعل زر الجرس باش ديما يوصلك الفيديو. كنتمنى هذا الفيديو هذا يعجبكم ونكون خفيفه ظريفه عليكم. نبداو على بركه الله باول عطر ديال اوريفلام، شي حاجه اللي واعره، شي حاجه اللي طوب زوينه وعليها اقبال كيف ما كتشوفوا. كاينه هذه هي ديال جيورداني، ها انتم يا البنات، جيورداني جولد غزاله يا البنات. هذه البنات رائعه بزاف، وحتى الاولاد اللي باغي ياخذ كادو لمرتو. هذو يا البنات راه الشركه ديال اوريفلام راه الاوريجينال، وكيف ما كتعرفوا الاصل ديال الشركه ديال اوريفلام راها شركه سويديه، منتوجاتها غزالين بزاف. كيف ما كتشوفوا ها هو العطر وها هو الكريم ديالو. هذا الكريم هذا راه الجسم واليدين، الباك داير 180 درهم وكيوصل بعض المرات برومو 150 درهم، وبعض المرات كتوصل الريحه بوحديتها حتى 300 درهم. يعني هادو على حسب كل شهر والثمن ديالو، مره كيدخل نازل ومره كيدخل زايد. يعني كيف ما كتعرفوا اوريفلام الاغلبيه كيديروا لي برومو، وكل مره بشحال يعني كل مره البرومو اللي دايرين البرودوي وكل مره الثمن ديالو. حاليا داير 180 درهم، ريحه غزاله بزاف البنات، غزاله 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 غزاله. هذه ديال الجورداني راها واعره واعره يا البنات، كاين اشكالات بزاف الجورداني، ريحه زوينه يا البنات، كتحسوا بها هكا يا انيقه، ريحه غزاله. البنات اللي باقي ما جربوش هذه وباغين ياخذوا رويحات خذوها البنات على حسابي، راها زوينه. كاينه هي وكاينه هذه ديال تابلت نوريها لكم، حتى الكريم ديالها راه زوين بزاف. اللي باغي اي حاجه في هذه المنتوجات اللي غادي نوريكم دابا يتواصل معايا، راه غادي نخلي لكم العنوان ديال المحل. بالنسبه لعنوان ديال المحل، كاين المحل متواجد في مدينه ساله، القريه حي البركه، زنقه سيدي عبد الله بن حسين، سيكشور 4، رقم المحل 10، المحل عطور ريم. مرحبا بكم، 100,000 مرحبا. كنشكر بزاف الناس اللي دخلوا عندي، بزاف الناس اللي دخلوا تقداو، بالخصوص داك الفيديو ديال العطور، بزاف البنات عجبوهم الريحات تقادوا ما شاء الله، بعنا فيهم الحمد لله، ما تحشمناش مع الناس. كنشكركم بزاف بزاف على الثقه ديالكم، كنقول لكم مرحبا بكم في اي وقت، وكنزرف في الهضره باش ما يجيش الفيديو طويل. المهم كاينه هاد جورداني، هادي كيف ما كتشوفوا حتى هي جولد. جورداني راها غزاله البنات، جورداني راه زوينه بزاف، عليها اقبال في الشركه ديال اوريفلام، عليها اقبال. كاينه هادي وكاينه الاخرى ديك الصغيره، حتى هي راه زوينه بزاف. هادي حاليا الثمن ديالها 130 درهم، وكيف ما قلت لكم بعض المرات الا طاحت برومو كطيح 120 100 درهم 130 درهم، هذاك هو الحد الاقصى ديال البرومو ديالها في الثمن. والا طلعت كطلع حتى 300 350 درهم، 200 درهم 230 درهم 180 درهم، هذاك هو الثمن ديالها العادي اللي ديما تيكون. وحنايا كنحسبوها برومو 130 درهم، حيت حنا كنتقداوها ملي كتكون برومو، وعلى طول العام كنحسبوها بهذا الثمن هذا 130 درهم وباك 180 درهم. كيف ما كتشوفوا حتى هي راه زوينه بزاف وعليها اقبال. هذا ثاني عطر، ثالث عطر ديال انيغما. انيغما انيغما، بزاف ديال الكنيانات كيحماقوا على انيغما، كاينه يسرى وكاينه ليلى اللي وصلتني على ليلى. المهم غادي نخلي لكم رابط القناه ديال ليلى، ليلى ام شاد، دخلوا لعندها كدير فيديوهات غزالين، كدير شي حاجه اللي هي زوينه، كنتمنى تدخلوا عندها. غادي نخلي لكم الرابط ديال القناه ديالها في صندوق الوصف. كاينه هاد انيغما هادي غزاله بزاف، الثمن ديالها داير 130 درهم، وكيف ما كتشوفوا في الكتالوج حتى هي كتوصل ل 250 300 درهم. انيغما راه غزاله بزاف، وحنا كنحسبوها ديما على طول العام 130 درهم. انيغما رائعه رائعه رائعه، ريحتها انيقه وزوينه بزاف، وديريها بوجهك احمر. هانتوما البنات ها الامبلاج ديالها كي داير. هادو العطور اللي مفضلين لا عندي ولا عند الناس، يعني اللي عليهم اقبال في المحل. رابع عطر هو ديال بوسيس، كيف ما كتعرفوا بوسيس غزاله غزاله، بوسيس رائعه رائعه بزاف، الثمن ديالها داير حاليا 150 درهم، بعض المرات كيهبط حتى ل 130 درهم.
اغلبيه الاغلبيه كيكون 180 درهم، ولكن في الكتالوج الاغلبيه 300-350 درهم. البنات راه الاوريجينال حنا كنتقداو السلعه ملي كتكون برومو كنتقداو منها، يعني ما تجيش شي وحده تقول لي لا علاش الكتالوج دايره 300-350 وانت هي كتبيعها اختي. حنا كنتقداو ملي كتكون برومو كندخلوا على السلعه، يعني كنتقداو منها وكنبيعوها للكليان ديالنا بثمن اللي هو ناقص على الكتالوج. ها نتوما كيف ما كتشوفوا بوسيس راها غزاله، بوسيس خطيره خطيره خطيره، وكدوم يعني كتبقى في الحوايج لا هي ولا انيغما ولا جيورداني، ديريهم بوجاك حمر رويحات اللي هما غزالين بزاف. ندوزوا للرجال باش ما يتقلقوش، رويحه اللي كتمشى يعني عليها اقبال في اوريفلام غلاسي غزاله بالنسبه للدراري رائعه. الثمن ديالها دايره 80 درهم، زوينه، وبعض المرات كتوصل 100 درهم 130 درهم كل مره وبشحال. هذه راه ديال اوريفلام كيف ما كتشوفوها، هي غلاسي راها غزاله بزاف. حاليا حاليا برومو دايره 80 درهم. ندوزوا لعطر واحد اخر، كاين هذا ديال انكونديسونس كيف ما كتعرفوا غزاله حتى هي، زوينه زوينه، انا كتعجبني ريحتها غزاله ريحتها وعليها اقبال. لومبالاج ديالها نتوما هكا ديال لومبالاج ديالها، ما تديوش عليا الا كانت الا كانوا عيني هكا شويه طايحين ودابله، راه كنت شي شويه عيانه داكشي علاش ما بقيتش كنزل لكم الفيديوهات بزاف. المهم ها نتوما كيف ما كتشوفوا حتى هي ريحتها غزاله ريحتها زوينه، والثمن ديالها راه دايره 90 درهم كيف ما كتشوفوا. هذه راه الكبيره يا البنات ماشي الصغيره، هذه راه الكبيره بالنسبه للمليلتر، انا نقول لكم شحال فيها، فيها 50 مل. ها هي الصغيره ديالتها، ها هي البنات الصغيره ديالتها دايره 45 درهم. لومبالاج ديالها من الداخل ها كي داير، ها نتوما يا البنات ها هي، هادي راه فيها 30 مل دايره ب 45 درهم، وفي الكتالوج الاغلبيه كتكون 60 درهم 55 درهم، القليل اللي كيحسبها ب 50 درهم، حنا كنحسبوها ب 45 درهم ديما. المهم كاينه هادي ديال ليتل بلاك دريس، حتى هي خذوها بوجهكم حمر شي حاجه اللي هي زوينه وانيقه. هادي الكبيره وهادي الصغيره كيف ما كتشوفوا، هذه الكبيره وهذه الصغيره. الكبيره حاليا دايره 100 درهم، والاغلبيه في الكتالوج كتكون دايره 180 درهم. كاينه هذه الصغيره هذه حاليا 45 درهم، وفي الكتالوج راه ديما كنقول لكم حنا ما كنبيعوش بالثمن ديال الكتالوج، كنقصوا على الكليان باش هكا يدي يعني الكليان ديما كيجيو الحمد لله ما ربي ما كيحشمناش. المهم هذه الصغيره 45 درهم، وفي الكتالوج ديما كتكون ب 60 55، القليل اللي كيحسبها ب 50 درهم. هذه حنا ديما كنحسبوها ب 45 درهم، وهذه 100 درهم الكبيره، ريحتها حتى هي غزاله شي حاجه اللي زوينه بزاف. كاينه واحد كاين هذه لوك او لاك او لوك، كل واحد اشتو كيسميها، كاين اللي كيسميها لوك، كاين اللي كيسميها لوك، كاين اللي كيسميها لاك، كل واحد شنو كيسميها. مهم كاينه هذه غزاله بزاف، خطيره خطيره خطيره، هذه الكبيره وكاينه الصغيره ديالتها ها هي، خطيره خطيره. الصغيره ديالتها دايره 55 درهم، والكبيره حاليا دايره 140 درهم، وبعض المرات كتهبط حتى 120 درهم. هذه الا طاحت 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 120 درهم، وكتنقص كتولي بها الثمن مره في العام ولا جوج مرات في العام، ولكن الاغلبيه 180 درهم 200 درهم شحال تدير في الكتالوج. وريحه اللي هي غزاله وانيقه، وعطيها لمرتك عطيها لصاحبتك بوجهك احمر شي حاجه اللي زوينه بزاف. هذه الصغيره ديالتها وهذه الكبيره خذوها، ما غاديش تخافوا، ما يعني ما عندكم مناش دهشوا منها، راه زوينه ما غاديش تندموا عليها، زوينه بزاف. هاد العطور هادو اللي تنشارك معكم شي حاجه اللي عليها اقبال وضروري خاص تكون عندي في المحل. كاينه هذه ها هي سيليبر ديال افون، هذه يا البنات ديال لوكرا ماشي ديال اوريفلام، هذه راه ديال افون. وكاينه هذه ها هي حتى هي وليت البلاك دريس راه ديال افون، وان كونديسونس حتى هي ديال افون، باش ما نخربقكمش، باش الا بغيتو شي ريحه وبغيتو تكومونديوها من جهه اخرى باش تعرفوا اين شركه. المهم الاولين اللي شاركت معاكم كلهم اوريفلام، بالنسبه لجيورداني وانيغما وبوسيس وغلاسي راه هما اوريفلام، وما تبقى ليتل بلاك دريس ولوك وان كونديسونس وشنو الاخر وسيليبر راه هما ديال افون ماشي ديال اوريفلام. ها نتوما يا البنات كاينه هذه ديال افون حتى هي سيليبر، حتى هي زوينه خفيفه، الناس اللي كيبغوا شي حاجه هكا خفيفه وهاديه راها زوينه يا البنات. واهم حاجه هي كتبقى في الحوايج، ماشي شي حاجه اللي غتحطي فيها فلوسك ودغيا دغيا كطير، شي حاجه اللي هي زوينه في متناول الجميع. اليوم اتمنى اليوم في متناول الجميع. الثمن ديالها حاليا دايره ب 90 درهم، وبعض المرات برومو كتهبط حتى ل 70 درهم، و الا غلات ما كتفوتش 180 درهم.
هانتوما يا البنات كيف ما كتشوفوا حاليا، حاليا هذا هو الثمن ديالها، وبعض المرات اللي كتوصل حتى 70 درهم. هادو كاينه هاد اكلا هادي كيف ما كتشوفوها، هي اكلا ديال العيالات غزاله حيت فيها رجال وفيها عيالات، ها هي فهم راه زوينه بزاف. بالنسبه لهادي راه ديال اوريفلام، والمليليتر فيها 50 مل. هادي شي شويه شي شويه غدا قاصحه للناس اللي كيبغوا الريحه هكا قاصحين، هادي راه شي شويه قاصحه كنقربها لكم هكا، اللي بغات تسكرينيها تسكرينيها. كنتمنى البنات هاد الفيديو هادي يعجبكم، ما تنساونيش باللايك لايك 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 لايك، ولا كنتي اول مره غادي تشوف القناه كنتمنى تضغط على سابوني وتفعل زر الجرس. واللي بغات اي حاجه مرحبا بها تخليها لي في التعاليق، راني كنجاوب التعاليق ديالكم كلها. اللي بغات اي حاجه مرحبا بها تخليها لي في التعاليق، راني كنجاوب التعاليق ديالكم. بالنسبه للعنوان ديال المحل راني غادي نخلي لكم صندوق الوصف، بالنسبه للرقم ديال الهاتف اللي فيه الواتساب راه غادي نخلي لكم حتى هو. البنات اللي ما كنجاوبهمش، البنات اللي كيصيفطوا لي بالنهار وما كنجاوبهمش، البنات راه كنكون اما في الدار كنسالي من الدار كنجي للمحل. كتعرفوا المحل حنا كنبيعوا مواد ديال التجميل، كيكون كي يعني كتدخل شي كليانه خاصك تبقاي معاها، ماشي شي حاجه يعني ماشي شي حاجه اللي غيجي واحد غيقول لك عطيني هذه وكديريها لي في ساشيه وكتعطيها لي، لا كتجي خاصها تقلب، خاصها تاخذ على ذوقها، تشم هذه الريحه، تعاود تشم هذه الريحه عاد باش كتقدى. يعني حنايا عندنا البيع والشراء ديالنا شي شويه تيكون صعيب وكيبغي الوقت. يعني البنات منين غادي تصيفطي لي شي حاجه في الواتساب حتى الدراري الا ما جاوبتكش ديك الساعه راني غادي نجاوبك، غير شويه ديال الوقت، يعني راني ما كنتعطلش على الواتساب 24 ساعه. يعني فحال دابا مثلا صيفطوا لي في الصباح راني نقدر ما نجاوبكمش بالنهار، في الليل ان شاء الله ملي كنجلس وكنشد التليفون راني كنجاوب على على الميساجات ديالكم كلها. وفي نفس الوقت حتى التعاليق اللي كتخليو ليا راه الا ما شفتهمش ديك الساعه راني كنفيريفي كلشي، كنفيريفي في الليل ملي كنكمل شغلي وكندير عشاتي وكنتعشى ونعشي بنيتي ونديات نعس، راني كنرجع وكنهز التليفون وكنبقى نجاوب على التعاليق وكنبقى نهضر مع البنات وكندخل الواتساب وكنجاوب الناس اللي كيصيفطوا لي في الواتساب كلهم كنجاوبهم. راني يعني حيت وحده كنصيفطات لي في الواتساب كنصيفطات لي ديك الساعه كيصيفطات لي ميساج دخلات وخلات لي تعليق، هذا الرقم ديال الواتساب منين انت ما كتجاوبيش فيه علاش حاطاه في القناه؟ اختي راه انا عندي مسؤوليه، عندي الدار، عندي يعني انا ماشي شاده التليفون وغادي نجالسه حدا التليفون وكنشوف خاص لي يصيفط لي ميساج نجاوبو، لا كنسالي شغلي كنسالي المحل كنمشي للدار كنهز التليفون الا لقيت الفجوه هنا، يعني الا لقيت شي وقيت راني كندخل الواتساب وكنقرا وكنجاوب، ما لقيتش في الليل ملي كنمشي للدار وكنكمل شغلي راني كندخل التليفون وكنجاوب البنات كلهم. وسمحوا لي الا كنت كنتعطل عليكم شي شويه، واخا ما كنتعطلش بزاف، مثلا الا صيفطتو في العشيه كنجاوبكم في الليل، يعني ما كنخليش دوك الميساجات حتى لا غد لي. وكتعرفوا البنات عزيز علي ماتي ديال الماكياج، وبزاف ديال البنات اللي كيدخلوا وكيسولوا كنقول لكم مرحبا بكم 100000 مرحبا، غير شي شويه ديال الوقت هكا الواحد يصبر شي شويه، وانا غادي نجاوب على الميساجات ديالكم كلها. هنا كيكون سال الفيديو طولت عليكم شي شويه الهضره، كنقول لكم بالسلامه عليكم. واهم حاجه اللي بغات اي حاجه بالنسبه لهاد العطور البنات راه الاوريجينال 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 ماشي التقليد، اللي بغات شي حاجه مرحبا بها، الحمد لله محل عطور ريم معروف بالجوده معروف بالكاليتي، يعني لا بعنا شي حاجه كنعرفوا يعني شنو كنبيعوا، الا كانت شي حاجه كوبي راني نقول لكم راها الكوبي، كانت الاوريجينال راني تنقول راه الاوريجينال. مهم كنقول لكم دابا بالسلامه عليكم بلا ما نزيد نطول الفيديو، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله ما تنساوش اللايكات والتعاليق بطبيعه الحال. ولا كنتي اول مره غادي تشوفي اختي القناه كنتمنى تضغطي على سابوني وتفعلي زر الجرس وتبارطاجي هذا الفيديو هذا مع الحباب والصحاب. السلام عليكم حتى الفيديو الجاي.